هل سيتسبب أكبر مشروع علمي بانتهاء الحياة على كوكب الأرض يوم 31 أيار، أي بعد أيام قليلة؟ هذا المشروع الذي من الممكن أن يكشف أسرار الكون يمكن أيضاً أن يؤدي إلى نهايتها. بحسب عالم فيزيائي ياباني، فإن آلة وضعت تحت الأرض وهي أكبر من مدينة جنيف وكلفت 5.8 بليون دولار لبنائها وشارك 25 ألف عالم في تطويرها، يمكن أن تتسبب بحفرة سوداء تسحب كل ما على وجه الأرض إلى جوفها. وقبل حصول الحفرة السوداء، يذكر الفيديو على اليوتيوب والذي حظي بأكثر من مليون مشاهدة علامات قال إنها تؤشر على انتهاء الحياة على الأرض. طبعاً ليس هناك أي دليل علمي أو معطى حقيقي يمكن أن يحدد تاريخ نهاية الحياة في الكون، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم ذكر تواريخ وربطها بأحداث لتوقع نهاية الحياة، وفي كل مرة لم يصدق أي توقع.